يقول المثل الشائع يخلق من الشبه 40، مثل تجاوزه الشاب حسين علي بدرجة الشبه الكبيرة بينه وبين اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، حتى يكاد الناظر للوهلة الأولى لا يفرق بينه وبين نجم ليفربول. حسين لاعب لرديف نادي الزوراء، وهو لا يشبه صلاح في الشكل فقط بل تعداه ليصل الى المهارات الفنيه. من خلال نادي الزوراء كل ما ارجع من التمرين مثل ما اشوف هاي الجماهير قاموا يرددون علي محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح، انا كنت ماخذ الامور يعني شلون ببساطه على كل من على قد حاله. ظل 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 تعاد محمد صلاح من انتقل ليفربول قامت الجمهور اكثر واكثر، اكو شبه يعني اولا شبه قلت لك مو فد الشكل، شبه باللعب انا العب مو اقلده انما انا العب بنادي الزوراء مثل ما سمعت والعب المركز اللي العب به هو. قلت لك والاضافه لهذا الجمهور حسسني بان اعطوني فد مسؤوليه اللي هي مال محمد صلاح. شهرة واسعة نالها حسين الذي يسكن في منطقة الحرية شمالي بغداد، فآلاف الشباب والأطفال يتجمهرون حوله يوميا ويقصدونه من مناطق بعيدة من أجل صورة سيلفي، فيما يأمل حسين وأصدقائه بأن يشاهده صلاح ويوافقوا على مقابلته. طبعا افتخر بي اذا انا قابل اولا نجم، احنا هسه اصبح محمد صلاح نجم من ليفربول. الطلب منه بمكه لازم يشوف حسين، لان حسين امنيته يشوف محمد صلاح، ويا رب يعني بمكه يوافق ويشوف حسين. ويبلغ حسين من العمر 20 عاما فقط، ويلعب بمركز كروي مشابه لمركز اللاعب المصري، ويأمل من إدارة نادي الزوراء بفرصة أفضل عله يصل في يوم ما إلى نجومية محمد صلاح. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.